عليكم. الاسم حقي كريم، جيرون ديال لا سوسيتي جيني سيرفيس. اليوم هنا كاين واحد المجموعه من الشركات، مقاولات صغرى ومتوسطه، اللي خدمات في هذا المشروع مع ما يسمى ب بلا ما نذكر السميات. المهم البروجي هو لي جاردان داتلاس. الناس هنا راه كلها شي شاد الكريدي، شي تسلف، شي على اساس باش نخدموا ونصوروا الفلوس وناكلوا معنا، نعيشوا معنا ناس اخرين اللي كتشوف هنا واقفين. ولكن اخويا اصطدمنا بواحد الواقع مرير، وانه خسرنا رزقنا وما شتيناش. راه حنا كنتسالوا من 2018، كاين اللي تيتسال من 2017، كاين اللي قبل ربما، راه كاين الناس اللي ما جاوش، راه هادو هي اللي جاو حضروا. ربما كاين الناس اللي ما عندهم حتى المازوط باش يجيو هنا، باش يجيو يجيو معنا هاد الوقفه الاحتجاجيه. واخويا راه لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. وسيرتو انه العيد هذا راه حنا مبلوكين ومقجوجين، والبنكات تابعنا، اقسم بالله الا البنكات تابعينا. ورزقنا راه معلق دابا، ما عرفنا وصلنا واش غنشدو ولا ما غنشدوش، ولا عطى الله واحد. تنقول لك اخويا كنطلبوا من المسؤولين، كنطلبوا من جلاله الملك التفت لينا. راه حنا مقاولات صغرى، فينا هو دعم المقاولات الصغرى والمتوسطه؟ راه هادو ماشي دعمونا، هادو يعدمونا، عدمونا عدمونا بهذا الكلم بهذا المعنى، عدمونا والله الا عدمونا بالله غيصيفطونا للحبس. اغلبيه هاد الناس هادو راه غيمشيو للحبس، اقسم بالله. وما خلصونا هاد الناس الا غنمشيو للحبس. السلام عليكم. مرحبا، كنشكركم بزاف حيت حضرتوا معنا، والله يجازيكم بخير. هذا الدعم منكم انتما كنشكركم بزاف. ولكن ما قال الاخ يعني هاد النصر راه مضرورين كاملين، وحنا مقابلين ان شاء الله لعيد الاضحى. كنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم من هاد المسؤولين هادو باش يديروا معنا شي حل، ونديروا الحل حتى مع الناس اللي تابعينا، لان جميع هاد الناس كاملين يعني كيضروا عنا، عندهم ضرر واحد ان هي البنكه والخدامه وكلشي تيتسال. وكنتمنوا بالله تعالى يديروا معنا شي حل، يعني حنا راه وقفنا على واحد الوقفه يعني سالمه، يعني ماشي النيه ديالنا حنا باش نضروا هاد الناس اللي كاينين ولا هذا. دونك حنايا بغينا غير هاد الناس يديروا معنا شي حل. وشكرا. تقريبا شحال المقاول كاين؟ تقريبا شي 20 مقاول اللي كاينين هنايا، كلها مضروره وكلها ما مخلصاش، والخدام ما تيتسالوا. وكنتمنوا من الله تعالى يعني يوصلوا معنا لشي حل يعني. وشكرا لكم. السلام عليكم الاخوان. اخوتي اش نقول لكم في هذه المساله هذه؟ حنا راه مضرورين بزاف ومكرفسين بزاف. المخير فينا ما عنده باش يشري حتى سيتريت الحليب. المخير مني وجبد الدرهم ما يدورش في جيبي. انا تنطالب برزقي والمستحقات ديالي، لانني مضرور بزاف وتيتسني الكريدي بزاف، وعندي لي فين نفرقهم على الناس تيدفعوهم وتيرجعوا ليهم، لان هاد الناس ما مضابطيش معانا في الوقت اللي زكاو معانا من 2019. هما تيقولوا لي دابا يدوزوا لك الفلوس، عطينا رقم الحساب. تنعطي رقم الحساب، ما كاين لا فلوس لا في 2019 ولا 20 ولا 2021. حنا الله يجازيكم بخير، تنطالبوا من هاد المسؤولين باش يلتفتوا جهتنا ويفكوا لينا مشاكلنا في اقرب وقت وقبل من العيد ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.